الفصل الرابع المقدمة من أول وجديد عشان إحنا نسمعها. بيتكلم عن التيار المتردد. التيار المتردد هو التيار الذي تزداد شدته من الصفر القمة العظمى ثم يقل إلى الصفر خلال نصف دورة ثم يعكس اتجاهه وتزداد شدته من الصفر القمة العظمى ثم يقل إلى الصفر تبع المنحنى ويكرر ذلك بصفة دورية. طيب سين اتنين، ما معنى أن تردد التيار في مصر 50 هرتز وكيف نتحكم في ذلك؟ تردد في مصر 50 هرتز أي أن شدة التيار تزداد من الصفر القيمة العظمى ثم تقل إلى الصفر خلال نصف دورة ثم يعكس التيار اتجاهه وتزداد شدته من الصفر إلى القيمة العظمى ثم تقل إلى الصفر تبع المنحنى ويكرر ذلك 50 مرة في الثانية، ونتحكم في ذلك من خلال عدد دورات ملف الدينامو في الثانية. فتردد التيار 50 هرتز معناه أن المولدات الموجودة في محطات توليد الكهرباء تدار بمعدل 50 دورة في الثانية. طيب ما هي المميزات التي جعلتنا نستخدم التيار المتردد عن التيار المستمر؟ إمكانية نقل لمسافات بعيدة مع تقدير الفاقد في القدرة عن طريق المحولات، وهذا لا نستطيع فعله باستخدام التيار المستمر. اثنين، يمكن رفع وخفض جهده بسهولة برضو عن طريق المحولات. ثلاثة، يعتبر عيب عنده أنه لا يمكن استخدامه على صورته المترددة في جميع الاستخدامات، فهو مثلا استخدامات الطلاء الكهربي أو شحن البطاريات ما قدرش استخدم فيها المتردد، ولكن استطعنا حل المشكلة ديت إن إحنا بنقدر نستخدم أو بنقدر نحول التيار المتردد بسهولة إلى تيار مستمر. طيب النقطة الأخيرة، أن للتيار المتردد وللتيار المستمر لكل منهم إيه؟ أثر حلال، لكل منهم أثر إيه؟ حلال. طيب النقطة اللي بعد كده، وطبعا ده اعتمدنا عليه في قياس التيار المتردد، لما جينا نقيس التيار المتردد ما استطعناش قياسه باستخدام الجلفانوز والملف المتحرك، لأنه الجلفانوز والملف المتحرك بيعتمد على ثبات الشدة وثبات الاتجاه، والتيار المتردد متغير الإيه والإيه؟ الشدة والاتجاه. طيب استخدمنا اعتمدنا على الأثر الحلالي بتاع التيار المتردد، استخدمنا الأميتر الحلالي اللي بيعتمد اصلا على وجود سلك من البلاتين والإيريديوم مشدود بين مسمارين ثابتين ومشدود من منتصفه بواسطه خيط من الحرير مشدود بواسطه زنبرك مثبت في طرفه الاخر، وخيط الحرير ملفوف لفه كامله او لفه واحده على بكره ومثبت على البكره مؤشر، المؤشر يتحرك على تدريج غير منتصف. طيب وكمان يتصل بين طرفي سلك البلاتين والإيريديوم مقاومه صغيره جدا على التوازي تعمل عمل ايه؟ مجزئ التيار. ثم كيف نستخدم الاميتر الحراري؟ بنقوم بدمجه في الدائره على التوالي، ويمر الاميتر الحراري ويدمج في الدائره على التوالي، فيمر التيار من سلك البلاتين والإيريديوم فيسخن ويتمدد ويرتخي، فيقوم الزمرد بشد خيط الحرير فتدور معه البكره ويتحرك معها المؤشر إلى أن يسخن المؤشر عندما يتوقف سلك البلاتين والإيريديوم عن التمدد، عندما تثبت حرارته، ويحدث هذا عندما يحدث اتزان ديناميكي بين معدل الحرارة التي يكتسبها هذا السلك بمرور التيار فيه ومعدل الحرارة التي يفقدها هذا السلك إلى الهواء كل سنة. سين، قارن بين حالة الاتزان في الجلفانوز والملف المتحرك وحالة الاتزان في الأميتر الحراري، واذكر حالة اتزان أخرى في المنهج. الاتزان في الجلفانوز والملف المتحرك اتزان استاتيكي، اتزان استاتيكي ما بين عزم الليل وعزم الاستواء، تمام؟ والاتزان في الأميتر الحراري اتزان ديناميكي ما بين معدل الحرارة المفقودة للهواء بالإشعاع ومعدل الحرارة التي يكتسبها السلك بسبب مرور التيار فيه. ووجه الشبه أن الاتزان في كل حالة هو النقطة التي تؤخذ عندها القراءة، حالة الاتزان هي النقطة التي تؤخذ عندها إيه؟ قراءة الجهاز. طيب في حالة اتزان تانية في المنهج كانت اتزان ديناميكي اللي هي فين؟ في بلورة أشباه الموصلات اللي هي كانت اتزان ديناميكي بيحصل عند ثبات درجة الحرارة يتساوي معدل كسر الروابط في الثانية مع معدل التئام الروابط في الثانية. طيب كمان كيف نعاير تدريج الاميتر الحراري؟ يتم دمجه على التوالي مع اميتر عادي، تمام، في دايره فيها مصدر تيار مستمر وريوستات، ويتم مقارنته بالتدريج
ازاي يعني؟ يعني مثلا اعد التيار الدائره لحد ما الاميتر العادي يعد واحد امبير، الاميتر هيتحرك يتحرك وبعدين يوقف، مطرح ما يوقف هسجل الواحد، وبعدين اعدل الريوستات لحد ما الاميتر العادي يدي 2 امبير، الاميتر هيتحرك يتحرك ومطرح ما يثبت هسجل 2 امبير وهكذا. طيب الاميتر الحراري تدريجه بيكون تدريج غير منتظم، ايه السبب؟ وايه السبب ان كان تدريج الاميتر العادي منتظم؟ افكر حضرتك، في الاميتر العادي كانت زاويه انحراف المؤشر تتناسق طرديا مع عزم الازدواج بتاع الملف اللي بيحمل المؤشر، تمام؟ وعزم الازدواج لوحده بيساوي بي اي اي ان من غير ساين ثيتا. طب البي والاي والان ثوابت، يبقى هنا زاويه انحراف المؤشر بتتناسق طرديا مع التيار بذاته، وبالتالي ان كان التيار 1 امبير فالزاويه ثيتا، التيار اذا اصبح 2 امبير ستصبح زاويه انحراف المؤشر على صفر 2 ثيتا، 3 امبير 3 ثيتا وهكذا. فعشان كده يبقى التدريج هيبقى المسافات بين 1 و2 و3 و4 مسافات متساويه، فيبقى التدريج تدريج ايه؟ منتظم. اما الاميتر الحراري فزاويه انحراف المؤشر عن وضع الصفر تتناسب طرديا مع كميه الحراره اللي داخله للسكه في الثانيه، فيعني تتناسب مع كيو تي اتش على التايم. طب والكيو تي اتش بنفكها بدبليو، والدبليو بنفكها بفي اي تي على تي، يعني في اي يعني من الاخر هيبقى زاويه انحراف تتناسب مع اي تربيع ار. طب اللي يبقى مع اي تربيع ذات نفسها. طب الاي تربيع يعني ايه؟ يعني مثلا لو التيار كان بواحد فالزاويه سيتا، التيار لما يبقى باثنين الزاويه تبقى 4 سيتا، طب بثلاثه هتبقى ب9 سيتا وهكذا. فمعنى كلامي ان الواحد بعد شرطه، الاثنين بعد 4 شرطات، الثلاثه بعد 9 شرطات، فتبقى المسافات هنا متباعده. ويكون ده تاني جهاز عندنا في المنهج تدريجه غير منتظم. انا عندي كده جهازين، الاوميتر تدريجه غير منتظم، والاميتر الحراري تدريجه غير منتظم، بس في فرق في الاداء. الاميتر الحراري اقسامه متباعده، الاميتر الحراري اقسامه متباعده كلما ابتعدنا عن الصفر، بينما الاوميتر اقسامه متقاربه كلما ابتعدت عن الصفر. فالصفر الار داش بعد نص التدريج، التو ار داش بعد مسافه اقرب، الثري ار داش مسافه اقرب وهكذا. اما الاميتر الحراري تتباعد المسافات كلما ابتعدنا عن الصفر. عيوب الاميتر الحراري عيبين، العيب الاولاني اسمه الخطا الصفري وهو تاثر او بسبب تاثره بدرجه حراره الايه؟ الجو. ودوت عالجناه بان احنا ثبتنا المسمارين على لوح معدنه له نفس معامل تمدد البلاتين والإيرينيوم، وعزلناهم عن بعض عزلا كهربيا. طب العيب الثاني هو البطء الشديد في القراءة والبطء في العودة إلى الصفر. ماشي، بس دي ما لهاش حل عندنا في الكتاب، بس هي ليها حل على فكرة، إن أنت توصل مجزئ التيار. كل ما مجزئ التيار يكون أصغر، يعني مثلا لو تصورنا إن إحنا عندنا تيار 5 أمبير، لو دخلناه على جهاز ما لهش مجزئ تيار بس يتحمل ال 5 امبير، وجهاز ثاني فيه مجزئ تيار بيسمح بمرور خمس التيار في السلك وبياخد هو الاربع تخماس، معنى كده ان سلك البلاتين والراديوم في الحاله الاولى هيعدي فيه 5 امبير، وفي الحاله الثانيه هيعدي فيه 1 امبير، تمام؟ في الحاله الاولى هياخد وقت طويل عقبال ما يوصل للاتزان الديناميكي، انما في الحاله الثانيه لما يكون اللي داخل 1 امبير بس هيوصل للاتزان الديناميكي ايه؟ اسرع. يبقى هنا كلما صغرت قيمة مجزئ التيار، وانت طبعا بتعاير الجهاز، كل ما تصغر قيمة مجزئ التيار هنتغلب على مشكلة الايه؟ الوقت. بس دي الكتاب مش قايلها، فاحنا كمان مش هنكتبها. طيب دلوقتي احنا قلنا انه التيار المتردد عنده فاعل وعنده مفعول به. الفاعل ايه في التيار المتردد؟ اسمه قوة الدفع المترددة. طب والمفعول به؟ الشحنات نفسها. افكر حضرتك بالاداء اللي كنا بنأديه، كنت بقول لك لو انا عندي انبوبة زاد شعبتين وبنملاها بالكرات كده اهوت، وبنحط ايد هنا وايد هنا ونقف كده اهو، ونقول ان احنا لو قعدنا نعمل كده يمين وشمال، احنا بدل الدينامو هكذا يفعل الدينامو في الالكترونات، تمام؟ ويبقى دوت السلك، يبقى هنا قوه دفع متردده تكتب تيار ايه؟ متردد. وبمنتهى المنطق لابد ان يكون تردد التيار مساوي لتردد الايه؟ القوه الدافعه. طيب كمان المنطق يقول ان اللحظه اللي القوه الدافعه فيها بتبقى صفر، التيار يبقى صفر.
طب القوة الدفع بتزيد، لابد أن يزداد التيار. قوة الدفع تتعكس في عكس التيار. يقال عنهما أنهما في حالة اتفاق في الطور. يبقى المنطق بيقول أن هناك اتفاقا في الطور بين إيه وبين إيه؟ بين القوة الدفعة وبين شدة التيار. طيب، ولكن قد يحدث إن إحنا نعمل شيء يؤدي إلى اختلاف في الطور. لو فاكرين، لو حطينا شيء يختزن الطاقة ثم يفرغها زي الزنبور، وعملنا بإيدينا كده وكده، هنلاقي إيدينا شغالة مثلا 5 مرات في الثانية، الكرات شغالة برضو 5 مرات في الثانية، بس التوقيت مختلف، لأنه وأنا بزق كده لسه الزنبور بينضغط أو بينضغط وبعدين يفرغ طاقته تاني. فهنا بقى موضوع إنه هيخزن الطاقة وبعدين يرجع يفرغها بيخلي التيار أو تحرك الكرات متأخرا عن القوة الإيه؟ الدفع. بالمثل بيحدث هذا في الدوائر الكهربية. إذا كانت الدائرة الكهربية فيها حاجة بتخزن الطاقة ثم تعيدها مرة أخرى للدائرة، ده بيسبب إيه؟ اختلاف في الطاقة، زي الملفات وزي مين حضرات؟ المكثفات. طيب إحنا عندنا 6 دوائر متتالية، 3 الأولانيين أقوياء شوية، 3 التانيين أخف. الدائرة الأولى مصدر متردد ومعاه مقاومة أومية. أنا جبت مصدر متردد ومعاه مقاومة أومية وعايز أعرف أخبار التطور إيه؟ التطور اللي هو بتاع فرق الجهد وبتاع شدة التيار، فهروح أجيب أميتر صفر في النص. طب وأجيب فولتميتر صفر في النص. طبعا الناس اللي مركزة يقول لك الله، طب مش هو أصلا اللي صفر في النص دوت ما يعرفش يقيس ده بتاع المستمر؟ قوم إحنا نقول عشان يواصل ويلاحق الأداء لازم الدينامو يدار باليد. لازم الدينامو يدار ايه؟ عشان المؤشر يلحق يروح ويجي. فالدينامو هنا يعني في التجربة دي يدار الدينامو باليد بهدوء، يعني مثلا بمعدل 1 دورة في الثانية او 2 دورات في الثانية بالكتير، هتلاقي ان المؤشر بتاع الاميتر والفولتميتر بدأ يتحرك، وهتلاقي ان الاثنين ماشيين بنفس الاداء بنفس الطور، بيوصل الاثنين للماكسيمم مع بعض ويعودوا للصفر مع بعض. اذا تفهم مجرد النظر ان تركيب مقاومه اوميه في دائره مصدر متردد لن يتسبب في خلف الطور، فالطور يظل ايه؟ لهما نفس الايه؟ الطور. يعني في اتفاق في الطور، يعني في واي متفقين في الطور. طب العلاقه بينهما ايه؟ طبعا الفي بتساوي اي ار. طب الفي بقى هنا تبقى بتتناسب مع مين؟ مع الآي ذاتها. طب كيف يمثل الاتفاق في الطور؟ يمثل الاتفاق في الطور بثلاث طرق، عندك طريقة بيانية وطريقة بالمتجهات وطريقة بالمعادلات. الطريقة البيانية اللي هو لما عملنا الطايم اهو، وكان مثلا التيار بيتغير جاذبيا مع الزمن، الفي هو كمان يتغير جاذبيا مع الزمن وبنفس الايه؟ الطاقه. وطبعا قيمه الفي تختلف عن قيمه الاي على حسب قيمه الار الموجوده. الار لو هي اكبر من 1 يحصل زي الحاله اللي قدامنا دي، الفي بتكون اكبر من الاي. طيب اتفاق الطاقه ممكن يمثل بالمتجهات، ان ده متجه الفي وده متجه مين؟ الاي. ممكن يمثل بالمعادلات، ان الفي بتساوي الفي في اي لحظه بتساوي في العظمى في جيب الزاويه. طيب زاويه الطاقه بالنسبه للاي في اي لحظه برضو اي العظمى ساين جيب نفس الزاويه. يعني لو زاويه الطاقه 30 يبقى القيمه اللحظيه للفي تبقى نص العظمى. طب والقيمه اللحظيه للاي؟ نص العظمى. طب لو زاويه الطاقه دي 90 يبقى الفي اللحظي بيساوي في العظمى والاي اللحظي بيساوي اي العظمى. طب لو هي بصفر يبقى ده بيساوي صفر وده برضو بيساوي صفر. يبقى هنا الجبر والمتجه والبيان بيمثلوا حالة الاتفاق في ايه؟ في الطور. ممكن نعمل مسألة تكون شكلها مثلا انه ادي الفي وادي الاي في دائرة، يقول لك ايه؟ دائرة كهربية يتغير فيها فرق الجهد والتيار كما بالرسم، حدد نوع المصدر المستخدم في هذه الدائرة. هو المصدر متردد لأن الجهد والتيار ايه؟ بيتغير تغير جيبي. طيب السؤال الثاني، الدائرة دي بخلاف ان فيها مصدر متردد موجود معها ايه تاني؟ مقاومة أومية بس او
مقاومة قومية وملف ومكثف بس في حالة رنين. انتوا مع حضرات. هو طبعا هنا لو هو هيسأل السؤال ده بيحجمك، يعني مكون واحد ولا ثلاث مكونات. طيب طبعا برضو في الدائرة دي بيظهر انه الار قيمته اكبر من الواحد، لانه قيمة الفي اكبر من مين؟ من الاي. وانا عرفت طبعا المكون ان هنا في حد اتفاق في الطور. اتفاق الطور او اختلاف الطور مش لازم يا جماعة التمثيل يبتدي من الصفر. هنا في الرسم المعتاد بنبدأ من الصفر، انما في اعمال اسألك في اي سؤال مش لازم ابتدي ايه من الصفر. بعد كده في الدائرة برضو نفسها لو سألت نفسي ايه العنصر اللي بيتحكم في شدة التيار في الدائرة دي؟ ها هتقول لي مين؟ الار. الار هي العنصر اللي بيعيق التيار. طب كيف تعيق المقاومة الأومية التيار؟ المقاومة الأومية تعيق التيار عن طريق الاحتكاك. استوعب كلامي، المقاومة الأومية تعيق التيار عن طريق مين يا اخوانا؟ الاحتكاك. طيب ماشي، هل هذا الاحتكاك يستنفذ طاقة من التيار؟ اه طبعا يستنفذ طاقة. ماشي، المقاومة الأومية كان اسمها R بتساوي ايه بقى؟ رو اي ال على ايه؟ ينفع هنا في الدوائر دي اوصل مقاومات توالي وتوازي؟ ينفع ولا لا؟ ينفع طبعا توصل مقاومات توالي براحتك. يبقى ار توتال بتساوي ار 1 زائد ار 2 زائد ار 3. طب وبرضه توازي واحد على ار توتال بيساوي واحد على ار 1 زائد واحد على ار 2 زائد واحد على ار 3. طيب ازاي اتحكم في شده التيار في النوع ده من الدوائر؟ يعني انا عشان ازود التيار اقلل التيار؟ هو قانون القيمة العظمى للتيار مش بيساوي في العظمى على R. طب انا عشان اتحكم في شدة التيار يبقى انا ممكن اخلي المقاومة اللي معايا ريوستات، مقاومة متغيرة، افضل اعدل فيها فتغير التيار. طب ينفع اغير التيار من عند الـ VO؟ مش عارف، لو فكيته هعرف. هو مفكوكه مش NBA2 by F، ده المفكوك بتاعه على الـ R، مفكوكها رو E إلا على. لو أنا قررت إن أنا أغير بس مش من ناحية الريوستات، الدينامو شغال، هل هو شغال ينفع أغير عدد نفاته؟ طب كثافة الفيض اللي جواه؟ طب مساحته؟ اللي أنا أقدر أغيره هو سرعة التدوير بتاعتي. لو زودتها للضعف يبقى الـ V دي هتزداد للضعف، يبقى الـ I دي هتزداد للضعف. إذن يظهر تماما إنه الـ I العظمى تتناسب طردي مع مين يا حضرات؟ مع التردد. طيب يبقى تتناسب شدة التيار العظمى طرديا مع التردد في النوع ده من الدوائر. لذلك أنا ممكن أقول لحضرتك أنا عندي مصدر متردد زائد مقاومة أومية، تمام؟ وأرسم لك رسمة ما بين الـ V والـ T، ورسمة تانية ما بين الـ I والـ T، واقول لك انه العلاقة عاملة كده اهو، وهنا العلاقة عاملة كده اهو. وبعدين انا هزود التردد للضعف، ارسم بعد زيادة F للضعف. ومتى تقول لنفسك انا لو زودت الـ F للضعف عشان اجاوب صح من غير خطأ لازم اتمم على عنصر الصادات وعنصر السينات. الـ V يحصل لها ايه يا جماعة؟ تزداد للضعف. طب وبالنسبة للزمن الدوري هيقلل النص لأن التردد زاد للضعف، فأنت هتقوم حاطط هنا وهنا نقاط وتطلع كده اهو، فيبقى أنت هتوصل لحد كام يا معلم؟ 2V. طب بالنسبة للـ I، ما احنا لسه قايلين الـ I هتتناسب طردي، يبقى هو كمان الـ I هيزداد إلى الضعف 2I. طب والزمن الدوري برضه هيقلل النص، هتحط هنا كده اهو وبعدين تعمل كده. ماشي، دي كانت الدايره رقم واحد. الدايره رقم اثنين مصدر متردد وملف حث نقي عديم المقاومه الاوميه. ملف حث نقي ماله يا جماعه؟ عديم المقاومه الاوميه. برضه رحنا جبنا أميتر صفر في النص وفولتميتر صفر في النص، تمام؟ وشغلنا الدينامو بإيدينا. لما شغل الدينامو بإيديا هلاقي بقى إيه بقى يا حضرات؟ هلاقي إنه مين يتقدم لو فاكر؟
الفولتميتر قرايته تتقدم على التيار بربع دورة. طب الكلام ده كان بينصاغ ازاي في الكلام عشان انا ناسي؟ كنا بنقول عند غلق الدائرة ينمو التيار بمعدل ايه بقى؟ دلتا اي على دلتا تي. ينمو التيار فينمو معه مجاله. فينمو معه ايه؟ مجاله. طيب هو بينمو المجال فيقطع هذا المجال اللفات، فيتولد في اللفات ايه؟ ق د ك مستحسن. كانت في بتساوي سالب ال دلتا اي على دلتا، بس ده اللي هيتكون في الملف. وما يحدث في الملف بيكون رد فعل لما يحدث في المصدر. طيب يعني قيمه ق د ك اللي في الملف ده رد فعل للي حصل فين؟ في المصدر. فاذا انا ممكن افهم لوحدي ان كده في اللي في المصدر بتتغير برضه لحظيا، تبعت العلاقه في بتساوي ال دلتا اي على دلتا تي من غير الاشاره السالب. انتوا معايا حضرات؟ فيبقى هنا هقوم قايل يبقى في المصدر الاول. معلش عاوز اقول ايه؟ ان في يتقدم على اي بعد ايه؟ بربع دوره. طب العلاقه بتبدا من عند الفي بتساوي ال دلتا اي على دلتا تي، فتبقى الفي هنا بتتناسب مع دلتا اي. لا تتناسب مع الاي ذاتها زي هناك، لا دي بتتناسب مع دلتا اي. طيب نقدر نبين هذا الاختلاف في الطور ازاي؟ اقول لحضرتك بالطريقه البيانيه، ودي الاهم هنا. افكرك كنا بنشتغل ازاي؟ كنا بنبدا برسم منحنى التيار ونقول التيار بيتغير تغير ايه؟ جايبي. طب الفي بقى هنستنبطها منين بقى؟ من معدل تغير التيار وليس من التيار نفسه. فبنقول لنفسنا ايه؟ في اللحظه الاولى ديت مثلا التيار نفسه اخباره ايه؟ التيار بصفر، بس الميل بتاعنا دلتا اي على دلتا تي موجب ماكسيموم، فعشان كده الفي بتبدا من عند ايه؟ موجب ماكسيموم. طب وانا التيار بيزداد ميله بيتناقص، فعشان كده الفي بتتناقص، فعشان كده بنمشي كده. ونكمل على نفس النغمة، هنلاقي ان الفي بيظهر بهذا الشكل. تمام؟ يبقى بنقول مجرد النظر للرسم الفي تتقدم على الاي بقد ايه؟ بربع الدوره. طيب كمان بالمتجهات بنرسم لو ده كان اي الملف، يبقى في الملف متقدم بقد ايه؟ بربع دوره. طب بالنسبه للمعادلات، لو في اللحظيه هتساوي في او ساين اوميجا تي، لو الاي كانت بتساوي اي او ساين اوميجا تي، يبقى لازم دي تتقدم بكام؟ يبقى باي على 2. طيب ملاحظات، هل صوره تقدم الفي على الاي في الطور بربع دوره لابد ان تكون بهذه الصوره التقليديه؟ لا. في الثلاثه ينفع تتغير، يعني مثلا جبريا المهم يبان من المعادلتين تقدم الفي على الاي ب 90 درجه. فممكن مثلا ان انا اقول في او ساين اوميجا تي زائد 80، فتبقى ديت ساين اوميجا تي ناقص 10. المهم يظهر تقدم الفي بقد ايه؟ 90. طيب ممكن اخلي دي اوميجا تي زائد باي على 4 اللي هي كام؟ 45. دي هتبقى اوميجا تي ناقص باي على 4 اللي هي برضه ناقص 45. ممكن اخلي اللي فوق اوميجا تي بس، واللي تحت تبقى اوميجا تي زائد 90. اما اللي فوق ناقص 90. اللي فوق، اللي فوق هيبقى برضه فيها تغيير. ابدا من اي حته، كتاب الوزاره بادئ من عند الفي بكام؟ بصفر، بادئ من البدايه دي، وكانت الاي ساعتها بادئه من تحت. ممكن انا في سؤال اجيب لك البدايه من النص، يعني انا ممكن ابين لك بس باي طريقه ان الفي يتقدم على الاي ب 90 درجه، مش بالضروره بقى ابتدي من نقطه الايه؟ الصفر دي. كمان حتى المتجهات، المتجهات في كتاب الوزاره معموله ازاي؟ معمول متجهين كده الصالات والسينات، وحاطط الفي ال هنا. تمام؟ لو هي، لو حاطط في هنا، لو هي دي كانت الفي ار، يتحط الاي ار فين؟ عليها. طب لو دي بقى في ال، يتحط الاي ال فين؟ كده اهو، بحيث يبقى الزاويه دي كام يا حضرات؟ 90 درجه. تمام؟ طب الموضوع اللي بعده، من هنا المسؤول عن فرمله التيار؟ مين اللي بيعيق التيار هنا؟
الاعطاء هو ملف الحاسب. طب ملف الحاسب انت مشترط عليا وقايل ده ماله؟ عديم المقاومة الأومية، يعني ما عندهش احتكاك خالص. طب هو بيعيق التيار بناء على ايه يا حضرات بقى؟ بناء على تغير تياره. لو التيار ما تغيرش الملف مش هيشكله، انما التيار كل ما بيجي يزيد الملف يعمل نقاط الكاف ايه؟ عكسية. تمام؟ هنا بلغة الطاقة الملف يخزن طاقة في صورة مجال مغناطيسي. طب التيار يجي ان يقوم الملف عمل ايه؟ مفرغ الطاقة دي مرة تانية في صورة ايه؟ في صورة قاف الكاف مستحصة طردية. يبقى الملف زي ما تقول كده بيتنرفز من تغير التيار. كل ما التيار يتغير اسرع كل ما الملف يعالجه اكتر. وعشان كده تتناسب معوقة الملف للتيار تناسبا طرديا مع التردد. ومعوقة الملف للتيار مختلفة عن معوقة المقاومة الأومية للتيار، فإن المقاومة الأومية بتفقدنا طاقة، إنما الملف إعاقته ما تفقدناش طاقة، رغم إن الاتنين بيقاسوا بالأوم لأنه بيخزن طاقة وبعدين يرجع يرجعها تاني. وعشان كده تسمى إعاقة الملف للتيار بالمفاعلة الإيه؟ المفاعلة الحثية. المفاعلة الحثية رمزها إيه يا إخوانا؟ اكس ال. الاكس ال دي كانت بتساوي اوميجا ال وبتساوي 2 باي، يعني هي تتوقف على عنصرين، عنصر يخص الملف ذاته اللي هو معامل حاسب، وعنصر تاني يخص التيار بذاته اللي هو ايه؟ التردد. طيب بعد كده هل انا ممكن اوصل ملفات توالي وملفات توازي في النوع ده من الدوائر؟ لو وصلت ملفات توالي هيبقى الاكس ال توتال بيساوي اكس ال 1 زائد اكس ال 2 زائد اكس ال 3. طب لو وصلت ملفات توازي 1 على اكس ال توتال 1 على اكس ال 1 1 على اكس ال 2 1 على اكس ال 3، وطبعا لو قسمت على الاوميجا هتبقى الالات. طيب ازاي اتحكم في القيمه العظمى للتيار في النوع ده من الدوائر؟ القيمة العظمى للتيار بتساوي VO على XL. ينفع اجيب ملف عنده XL متغيرة ولا ما ينفعش؟ ينفع. اللي هو بيبقى ملف وعليه سهم كده بيبقى متغير عدد اللفات، فلما تغير عدد اللفات تغير مين؟ تغير XL. طيب بعد كده ممكن اغير بقى الفي او ذات نفسها، مش عارف. وانا لو فكيت الفي او بان بي اي 2 باي اف وظنيت ان انا اغير الاف، انتوا معايا حضرات؟ اما اغير الاف ادي اغير الاف عشان التيار يتغير الاقي التيار ما بيتغيرش. ليه لو زودت التردد التيار مش هيتغير؟ لانه هنا لما بغير التردد بتتغير الفي وتتغير الاكس ال بنفس النسبه، لان هي موجود جواها برضو 2 باي اف ال. اشطب ال 2 باي اف مع 2 باي اف. اذا افهم من الكلام ان الاي العظمى هنا لا تتوقف او لا تتغير بتغير مين يا حضرات؟ التردد. طيب كمان الرسم الباني او سؤال رسم باني زي اللي هنا. لو انا عندي دايره مصدر متردد زائد ملف حاسب وقلت لحضرتك ارسم بعد زياده اف للضعف، لما ازود اف للضعف اما احط هنا التايم واعمل كده وده مثلا الفي واحط هنا التايم وده مثلا الاي، بالنسبه للفي هيحصل له ايه لو انا زودت رد الضعف؟ ها هتزداد الضعف. طب وبالنسبه للتردد هيقلل النص، يبقى اللي هيحصل للفي زي اللي حصل هناك، يعني تطلع كده اهو وزدنا لحد كام؟ 2 في. طب بالنسبة للتيار، التيار هيبقى زي
ما هو، بس التردد هيقل للنص. يبقى لو رسمت بعد زياده التردد الضعف هنا هيبقى التردد قل للايه؟ للنص، بس التردد قيمته ما زادتش. فيحصل كده تمام، يبقى التيار برضه هيفضل عند قيمه مين؟ الاي. طيب عندي بعد كده سؤال هامشي كده شويه. لو انا عندي ملف متوصل بمصدر مستمر تمام، وملف تاني متوصل بمصدر متردد، ووضعنا قلب حديدي داخل كل منهم، وسألت ايه اللي يحصل لكثافة الفيض؟ اللي ناتجة من الملف في الاولاني البي بتساوي ايه؟ ميو ان اي. لما انا احط القلب الحديدي الميو مالها؟ تزداد. طب الان ثابت، طب الاي ثابت، طب ال محور ثابت، يبقى هنا لازم تزداد البي ولا لا؟ طيب اللي جاية بقى، مش البي هنا اصلا متغيرة زي تغير التيار؟ فايه رأيكم نخليها بي ماكسيموم؟ مش هي هتساوي برضو ميو ان اي ماكسيموم على ال معايا؟ طيب بالراحة كده لو سمحتوا. اما انا حطيت القلب الحديدي انا متأكد ان الان والال محور برا اللعبة مش لاعبين صح؟ يبقى نركز مع مين ومين؟ الميو زادت، اما الاي ماكسيموم هيحصل لها ايه؟ هتقل بنسبة واحد على ميو. ليه بقى؟ هو الاي ماكسيموم مش بتساوي اي ام اف ماكسيموم على اكس ال تمام؟ يعني انا لو جيت على جنب كده اهو وقلت الاي ماكسيموم تمام؟ اهي قدامك اهي، مش دي الاي ماكسيموم؟ طب انا لما احط قلب حديدي، في ناس بقى تقوم واقعه في الفخ يقول لك البي هنا زادت، يا عم لا البي دي بتاعت الدينامو. انت حطيت قلب حديدي فين؟ في الملف الحلزوني ما جتش جنب الدينامو. فانت لما تحط القلب الحديدي الاي ام اف ما اتغيرتش خالص. طب والاكس ال؟ مش هي 2 باي اف ال؟ طب والال كان مفكوكها ايه لو فاهم؟ يعني فيها ميو ولا لا؟ يعني اكس ال هتزيد بنسبه ميو. طب ما كده الاي هتبقى قلت بنسبة واحد على ميو، الميو زادت بنسبة ميو، ودي قلت بنسبة ايه؟ قم دول يروحوا، قم يطلع البي ماكسيموم ثابت. السؤال سؤال حلو، انه غير متوقع ان الناس المتسرعة عمرها ما هتفكر ان البي هنا هتفضل ايه؟ ثابته. انما قدام حضرتك او ممكن تثبتها بطريقه ثانيه خالص، ممكن واحد يفك الاي ماكسيمم بفي ماكسيمم على اكس ال ويفك الاكس ال في المقام ب 2 باي اف ويفك ال منال، فيشيل الميو من تحت ومن فوق، فيلاقي نفسه لما يحط القلب الحديدي ما بقاش في ميو في القانون. انتوا معايا حضرات؟ طيب سؤال ثاني مترتب عليه، بس يا رب تركز معايا. يبقى انا دلوقتي في قاعده عايز ابينها لك، ان انا لو حطيت قلب حديدي جوه ملف الاولاني وكان متوصل بمصدر متردد، ايه اللي هيحصل؟ البي مش هتتغير. البي ايه؟ طب هو مش في المحولات، المحولات مش احنا بنحط قلب حديدي جوه الملف؟ طيب ايه والملف متوصل بمصدر متردد؟ طب انا هستفيد ايه اذا كانت البي ما بتزيدش؟ أقول لحضرتك بس ركز بعد إذنك. أنت رايح تشتري قميص وبقول لك بكام هنجيبه، وقلت لي هجيبه 300 جنيه. قلت لك وروني كده، قلت لك طب استنى أنا هجيبه لك ب 100 جنيه، وجبت لك نفس القميص ب 100 جنيه. كده أنا وفرت لك فلوس ولا لا؟ الملف مطلع مجال مغناطيسي صح؟ أما أنا أحط قلب حديدي هحصل على نفس المجال ولا لا؟ بس بتيار إيه؟ بكتير. التيار اقل بكتير، يبقى انا استفدت توفير الطاقه. استفدت يا جماعه؟ يبقى انا في المحولات لما بحط قلب حديد البي ما بتزيدش، بس بحصل على نفس البي
باستخدام تيار ايه؟ يبقى انا بستخدم طاقة اقل، يبقى انا هنا بزود الكفاءة بتاعت الجهاز ولا لا؟ طيب المكثف عبارة عن لوحين معدنيين وبينهما مادة عازلة. طيب عند توصيل المكثف مع مصدر مستمر، إذا أغلق المفتاح تندفع شحنات سالبة من سالب البطارية إلى اللوح به وتتراكم عليه فيقل جهده ويؤثر على اللوح المواجه ألف فيجذب شحنات موجبة نحو الداخل ويطرد شحنات سالبة نحو الخارج فيتجذبها موجب البطارية، وبالتالي يزداد جهد اللوح ألف فيتولد بينهما فارقا في اللوح يظل يتزايد حتى يتساوى مع جهد البطارية، وعندما يتساوى مع جهد البطارية يقف التيار ويقال أن المكثف قد شحن وتكون الشحنة كيو بتساوي سي في، حيث كيو الشحنة المتراكمة على أحد لوحين وتقاس بالكولوم، أما السي سعة المكثف وتقاس بالإيه، وتتوقف على أربع عناصر وهم الشكل الهندسي للمكثف، نوع المادة العازلة، المسافة بين اللوحين، مساحة الألواح، وفي هو فرق الجهد بين اللوحين. لو فتح المفتاح ماذا يحدث للشحنة المتراكمة على اللوحين؟ ها تظل كما هي، تظل ايه؟ لو بدلت البطارية ببطارية اقوى ثم اعدت الغلق سيستكمل الشحن حتى يتساوى مع جهد البطارية. طب لو كانت البطارية استبدلت بأضعف يحصل ايه؟ سيفرغ المكثف جزءا من شحنته حتى يتساوى معها. طيب لو كان بقى انت موصل مصدر متردد بالمكثف، المصدر المتردد جهده يتزايد ثم يتناقص ويعكس يتغير جيبيا مع الزمن، في فترة تزايد الجهد وهي الربع الأول يقوم المصدر بشحن مين؟ المكثف. طيب ثم يبدأ الربع الثاني فيتناقص جهد الايه؟ المصدر، فيقوم المكثف بتفريغ ما عنده عند المصدر، ثم يزداد جهد الايه؟ المصدر، فيقوم المصدر بايه؟ بشحن المكثف، ثم يتناقص جهد المصدر فيقوم المكثف بالتفريغ عند المصدر. إذن يبدل المكثف والمصدر الوظيفة كل قد ايه؟ ربع دورة، بيبدلوا الوظائف كل قد ايه؟ فالمصدر بيشحن المكثف في الاربع التي يزداد فيها جهد المصدر، والتي الاربع كام وكام؟ الاول والثالث، والمصدر والمكثف بيفرق عند المصدر لما يكون المصدر جهده بيقل اللي هي الاربع كام وكام؟ بس ده لا يمنع انه برضه اتجاه التيار بيعكس كل قد ايه؟ نصف دورة، يعكس التيار كل نصف دورة لما بيبدلوا الوظائف. طب انا لو حطيت هنا مصباح ما الاداء؟ لو حطيت هنا مصباح، إذا كان هذا التردد تردد ضعيفا ستلاحظ الزيادة ونقصان هكذا. طب لو تردد كبير ستجد أن المصباح مضيء باستمرار لأن الإلكترونات رايحة جاية رايحة جاية. إذا المكثف يسمح بمرور التيار المتردد سماحا دائما، ويفضل كمان إنه يزداد الإيه؟ التردد. أما لما نحط مصباح هنا وفي بداية الأمر نجد أن المصباح سيضيء ثم ينطفئ، يبقى المكثف سمح للتيار المستمر بالمرور مرورا ايه؟ لحظيا في بدايه الغلق فقط. ماشي. بعد الديالوج المقدمه ديت مصدر متردد ومكثف، لو حطينا الاميتر وحطينا الفولتميتر سنجد ان الاميتر يتقدم على الفولتميتر في الاداء بربع دوره، يعني المرة دي يتقدم على الفي بقد ايه يا حضرات؟ بربع دورة. ماشي. كنا بنبتدي الحدوتة ازاي؟ سهلة. كنا بنقول ان هنا دايما التيار بيساوي دلتا كيو على دلتا تي، مقتنعين بيها. طب بس الكيو هنا الشحنة اللي بتتراكم على الواح بتتغير بتزيد وتقل،
بتتغير مع مين؟ مع فرق الجهد، لان الكيو بتساوي ايه في ايه؟ سي في. فتستبدل الكيو بسي في والسي بتبقى ثابته، فيبقى سي دلتا في على دلتا، ومنها نجد ان الاي بتتناسب مع دلتا في على. ومن هنا بقى نستنبط العلاقات البيانيه اللي بتبين تقدم الاي، اللي هو نقول انه ادي تي الفي مثلا تتغير جايبيا مع الزمن، دي الفي، الاي بقى هنستنبط الاي منها. في اللحظه الاولى الفي صفر، بس دلتا في على دلتا تي بموجب ماكس، فيكون الاي بموجب ماكس. طب وانا بزداد كده الفي بتزداد، بس الميل ماله؟ بيقل. قوم الاي يحصل لها ايه؟ واكمل بقى المشوار بنفس الاداء، فيتبين تقدم الاي على الفي بقد ايه؟ ويظهر ده للمتجهات برضو ان الاي سي لو في هذه المنطقه يبقى الفي سي متاخره بقد ايه؟ بربع دوره. طيب بالنسبه للمعادلات، لو الفي بتساوي في او ساين اوميجا تي، الاي هتبقى اي او ساين اوميجا تي زائد كام؟ باي على 2. وزي ما قلت لحضراتكم ممكن تغيير الاشكال زي ما احنا عايزين. طيب من المسؤول هنا عن اعاقه التيار؟ المكثف. المكثف يعيق التيار، تمام، بسبب تغير الجهد. بسبب ايه؟ طيب بس ان جينا للحق، سيعيق المكثف التيار بسبب عدم تغير الجهد. اذا المكثف جهد المصدر ما تغيرش هيعيق. ما انت لما توصل مصدر مستمر، انت شحنت المكثف بقى واقف ضدك، فالطيب بقى كائن قده قدك كده، صح؟ فانت عشان يفضل التيار رايح جاي، انت كمصدر تعمل الجهد ده، تقل فتاخد منه، وبعدين تزيد فتديله. يبقى انت لو ما اتغيرتش وتنحت قصاد بعض، خلاص هتقف الدنيا. لذلك فان اعاقه المكثف تتناقص اذا زاد معدل تغير الجهد. يعني اذا زاد التردد اعاقه المكثف ايه؟ تتناقص. عشان كده اعاقه المكثف بتتناسب عكسيا مع التردد. واعاقه المكثف مثل اعاقه الملف، لا تستنفذ طاقه، فالمكثف بيخزن الطاقه في صوره مجال كهربي، وهو الجهد بيزداد بتاع المصدر، ويرجع يديها تاني للدايره، وهو الجهد ايه؟ بيتناقص. فالمكثف لا يستهلك طاقه، فتسمى اعاقته بالمفاعله الايه بقى؟ السعويه. المفاعله السعويه اكس سي، الاكس سي بتتناسب عكسيا مع العنصرين اللي كنا عليهم، اللي هو اكس سي واحد على اوميجا سي، يعني واحد على 2 باي ايه؟ اف سي. اما توصيل المكثفات توالي وتوصيلها توازي يجب ان يحترم، ودي اخر مره هتسمع فيها التفاصيل. المكثف توالي يا معلم لو وصلته مع مصدر مستمر، وصلت مكثفات مع مصدر ايه؟ مستمر. السؤال الاول، اللوح ب هل سيشحن ام لا؟ ها، اللوح ب هيشحن، يشحن بشحنه ايه؟ سالبه. الحكايه تبتدي من عند اللوح الف، خد مثلا سالب 3 كولوم، ام شاحن الف داش بموجب 3 كولوم، فاللي جري من هنا سكن هنا، فيبقى الب عليها سالب 3 كولوم، تبقى الب داش عليها موجب 3 كولوم. طب اللي جري من هنا راح سكن هنا، يبقى هنا دي عليها ايه؟ سالب 3 كولوم دي الجيم. طب والجيم داش موجب 3 كولوم. انا بعمل ده كله عشان تاخد بالك انه كده بقى اول حاجه تلفت نظرك انه في توصيل التوالي تتساوى الشحنات المتراكمه على جميع الالواح لا محاله. يبقى القاعده الاولى ان كيو توتال بتساوي كيو 1 بتساوي كيو 2 بتساوي كيو 3. مش دي اول تكه؟ طب تاني تكه، ان الفي توتال بتساوي في 1 زائد في 2 زائد في 3. الجهد ده بيتقسم. طب بما انه جهد البطاريه بيتقسم قبل ما اقول اللي جاي، تبقى فنان لو عرفتها. يقسم الجهد في 1 الى في 2 الى في 3 بنسبه نقط. لا طبعا. 1 على سي 1 الى 1 على سي 2 الى 1. ليه بقى؟ الناس الكسلانجيه هو مش في 1 الى في 2 الى في 3 يتفكوا بكيو على سي كيو على سي كيو على سي؟ طب والكيوهات زي بعض؟ يبقى بتتشال، فيبقى في 1 الى في 2 الى في 3 تساوي ايه؟ 1 على سي 1 الى 1 على سي 2 الى 1 على سي 3. انتوا معايا حضرات؟ طيب اما نيجي نفك بقى من هنا، مش دي هتبقى كيو توتال على مين؟ على سي توتال بتساوي
كيو 1 على سي 1 زائد كيو 2 على سي 2 زائد كيو 3 على سي 3 اقسم على كيو فتوصل الى 1 على سي 2 1 على سي 1 زائد 1 على سي 2 زائد 1 على سي 3. طيب المشهد ده بيبين ان طبعا انت هنا حاسس ان الكلام بعكس منطقه المعتاد. لا مش بعكس منطقه لان دي السي مش الاكس سي، اما الاكس سي بنفس منطقها. ازاي؟ لو انا وصلت مصدر متردد هيبقى في عندي اوميجا. طب الاوميجا بتاعتي لو ضربت في واحد على اوميجا في الجميع يبقى كل واحد على اوميجا سي واحد على اوميجا سي. طب ما هو واحد على اوميجا سي يعني مين؟ يبقى الاكس سي توتال بتساوي اكس سي 1 زائد اكس سي 2 زائد اذا الاكس سي زيها زي الاكس ال زيها زي الار بتجمع في التوالي. انتوا بقى حضرات اللي مقلوب المنطق هو السعه وليست الاكس سي. طب لو انا وصلت مكثفات توازي، المكثفات توازي ادي واحد ادي اثنين ادي ثلاثه، طيب هيحصل ايه بقى يا حضرات؟ اولا لازم تاخد بالك ان الثلاثه هيبقوا نفس الجهد، في توتال بيساوي في 1 بيساوي في 2 بيساوي ايه؟ في 3. طيب هل بقى كيو هنا زي هنا زي هنا؟ هما زي بعض ان هما سوالف. طب لو انت فنان كيو 1 الى كيو 2 الى كيو 3 هتساوي سي 1 الى سي 2 الى، لان انا لو فكيت كل كيو بسي في وطيرت الفي نظرا للتساويات يبقى كيو 1 الى كيو 2 الى كيو 3 هتبقى سي 1 الى سي 2 الى. يبقى انا بقى لو في الامتحان اقول لك ايه عند توصيل مكثفات توالي تكون الشحنه كيو 1 الى كيو 2 الى كيو 3 واحد لواحد لواحد. طب لو توالي، طب لو توازي هتبقى كيو 1 لكيو 2 لكيو 3 هتبقى سي 1 لسي 2 لسي 3. طيب بفك مين بقى؟ هو انا دلوقتي لو ده عليه 2 كولوم وده 3 كولوم وده 4 كولوم وقمت ضاغط عليهم فتلامسوا، مش تبقى الشحنه الكليه عليهم هي مجموع الشحنات؟ فعشان كده بنبتدي الاثبات من عند ان الكيو توتال بتساوي كيو 1 زائد كيو 2 زائد كيو 3. طيب ماشي. وبعدين فوق كل كيوب ايه؟ سي في بيساوي سي في سي في سي في اقسم على مين بقى؟ على الفي. فتبقى سي توتال بتساوي سي 1 زائد سي 2 زائد سي 3 وكانك مقلوب المنطق. ولكن اذا انت وصلت المصدر متردد وضربت في الاوميجا مش كله يبقى اوميجا سي اوميجا سي اوميجا سي. طيب يبقى كله هيبقى 1 على اكس سي، يبقى 1 على اكس سي توتال. 1 على اكس سي 1 زائد 1 على اكس سي 2 زائد 1 على اكس سي 3. تمام؟ يبقى دلوقتي سؤال جانبي كده، اذا اردنا الحصول على مفاعله سعويه كبيره نوصل مكثفات على التوالي. طب اذا اردت الحصول على مفاعله سعويه صغيره اوصل مكثفات على الايه؟ توازي. المفاعلة السعوية اكس سي انتوا معايا بتتجمع في التوالي ويبقى مقاليه في التوازي. مين اللي عكس المنطق؟ السعة. إذا أردت الحصول على سعة كبيرة توصل مكثفات على إيه؟ إذا أردت الحصول على سعة صغيرة توصل مكثفات على إيه؟ التوالي. تمام؟ طيب صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. اللي بعديها من المسؤول؟ قلنا خلاص الاكس سي، طب التيار بقى القيمة العظمى للتيار ازاي اتحكم فيها هنا؟ اي العظمى بتساوي برضه في العظمى على مين يا حضرات؟ على اكس سي. ينفع يبقى عندي مكثف متغير السعة؟ ينفع يبقى عندي مكثف متغير السعة اللي هو عليه سهم برضه كده وبغير السعة بتبقى عن طريق تغيير مساحة الألواح. طيب أفك الـ VO بإيه بقى؟ NBA2/F. بس الاكس سي لما تنفك هتبقى 1 على 2 باي اف سي، فيبقى الاي العظمى تتناسب تغطيا مع مين يا حضرات؟ مع الاف تربيع. يبقى انا لو عملت السؤال بتاع اعاده الرسم ده اللي هو كان عندي علاقه بين الفي والتي عامله كده وعلاقه بين الاي والتي عامله كده، تمام؟ عند زيادة التردد للضعف في الدايرة دي لو أنا زودت التردد للضعف بالنسبة للفي
هذه الضعف. وبالنسبة للزمن الدوري يعني النص، فيحصل كالمعتاد يبقى في كل مرة بيبقى نفس الأداء، وهنزيد لحد كام؟ 2V. طب لو أنا زودت، لو أنا زودت التيار، لو زدت تردد الضعف، أخبار التيار إيه؟ الأربع أمثال. طب بالنسبة للزمن الدوري يقل للنص، ليه يقل للربع ليه؟ مش الزمن الدوري يقل للنص؟ بحب أجود، بحب أجود. التيار هيزيد إلى قد إيه يا جماعة؟ أربع أمثال عادي، بس التردد هيقل للإيه؟ للنص. فهتلاقي التيار زاد جامد كده، ويبقى هنا زاد التيار إلى أربع أمثال. تمام؟ طيب احنا كده وصلنا مكثفات توالي وتوازي، وجبنا ايه العظمى، خلصت الدايره رقم 3.